عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم النهارده في فيديو بسيط جدا طلع اجاوب على كل الاسئله اللي انتوا بتسالوني عليها بخصوص النحافه فقط. طيب، واحده قالت لي ايه هي علاقه النحافه او علاقه الحلبه بان انا وزني يزيد؟ هقول لك بكل بساطه ان الحلبة اساسا منتج طبيعي جدا ربنا خلقه لزياده الوزن، يعني فعلا الحلبه بتزود قوي. طيب يا ايفا اخده ازاي؟ قلت لك خديه قبل الفطار، قبل وجبه الفطار بنص ساعه. طب هنعمله ازاي؟ هنغليه، هنغسلها بسيطه جدا، هنغسلها وهنغليها ونبدا الميه بتاعتها هنشربها، هنحليها بعسل ونشربها، والحبوب اللي طلعت منها هحط عليها برضو معلقه عسل وهاكلها، دي قبل الفطار بنص ساعه. واحده تانية طلعت قالت لي بصوا انا كاتبه لكم كل الفرق عشان ما انساش حاجه، ايفو انا عايزه اعمل الحلبه كبسولات، هل دي ينفع؟ قلت لك لا، ما انصحش ابدا بالطريقه ديت لاسباب كتير قوي. اول واهم سبب منهم هو التعقيم، انت مش تبقي معقمه كويس والحاجه دي هتفضل معاكي فتره، فطبعا الحاجه دي لما تقعد مع قله التعقيم فهتملى فيروسات وهتملى حاجات مش كويسه، فاحنا بنستبعد الطريقه دي خالص من طريقه الحلبه، وانا قلت لكم انضف واحسن طريقه فوق خالص. يفضل لو عايزاها كبسولات تجيبي كبسولات معقمه من الصيدليه، روحي للصيدلي للدكتور الصيدلي قول له انا عايزه كبسولات حلبه، طبعا يبقى التعقيم كامل هتبقى حاجه نظيفه وحاجه كويسه برده والنتيجه حلوه برده ما فيهاش اي مشكله. اهو في واحده ردت عليكم بتقول لكم في كبسولات جاهزه في الصيدليه عشان التعقيم يا ايفو، انت عندك حق، انا لسه قايله الكلام ده دلوقتي، انا ضعيفه جدا وبرضع، هل الحلبه مفيده ليا؟ مفيده جدا جدا جدا، بتزود اللبن وبتفتح الشهيه معاكي، ومفيده جدا جدا ليكي وللطفل، بس عندي نقطه صغيره، انت لو حامل وبالاخص في الشهور الاولى لا 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 ممنوعه، اوعي تشربي حلبه. الكلام ده عن تجربه يا جماعه، انا مش طالعه اقوله خلاص، يعني الكلام ده تخني انا شخصيا، فعشان كده انا طالعه اقوله. واحده بتقول لي ازاي استخدمها واغليها وبس ولا ايه يا ايفو؟ قلت لك زي ما قلت لك اغليها وصفيها واشربي الميه بعسل، حليها بعسل وكلي الحبوب بتاعتها، حطي عليها معلقه عسل وكليها. يا جماعه تاخدوها قبل الفطار بنص ساعه. واحده بتسالني امتى اخدها؟ قلت لك خديها بقى قبل الفطار بنص ساعه. واحده بتسالني يا ايفو العسل افضل ولا السكر؟ طبيعي جدا العسل الطبيعي احسن حاجه. في بقى وصفه تانية انا جايه ازودها لكم النهارده مع الحلبه، وصفه حلوه قوي وجميله ومشبعه ولذيذه وحلويات في البيت. انت بتجيبي سمسم وبتجيبي جوز الهند وبتجيبي زبيب، الثلاثه بتحطيهم في الخلاط مع بعض بينعموا زي السكر، وبعد كده ايه بقى هعمل ايه؟ هاخد شويه عسل احطهم عليه واقلب قلب قلب، وبعد كده كل يوم الصبح قبل الفطار بنص ساعه باخد معلقه او معلقتين. ويا ريت انا كايفا عملتها بعد الفطار، ليه؟ لان انا حسيتها قبل الفطار بتسد نفسي شويه عن الفطار اصلا، فبدات ان انا اخدها بعد الفطار. هو دكاتره كتير بتنصح بقبل الفطار، لان الحاجه ديت السكريات والحاجات الحلوه دي لما تتاخد قبل الفطار جسمي بيسحبها كلها مره واحده، بس انا ما حبيتهاش قبل الفطار لاني سدد نفسي عن الفطار اصلا. بس كده، اي اسئله تانية اسألوني تحت في الكومنتات وانا هجاوب عليك. يلا باي باي.